إلى منطقة الجزاء من ميشائيل. الهدف الأول للهلال، الهدف الأول ميشائيل، يقتنص كرة ويسجل الهلال أول أهدافه. إذا غابت الحلول فتش عن ميشائيل، ميشائيل ديلغادو يسجل الهدف الهلال الأول. الهلال من أجل الصدارة إلى سافيج، وسافيج في الشباك، ثاني أهداف الهلال. الهلال يأكد على تفوقه في شوط المباراة الثاني، يأكد على أفضليته في شوط المباراة الثاني. كرة رائعة من سالم، سالم لميتروفيتش، ميتروفيتش أعطاه لسافيتش، وسافيتش في مرمى الأخدود، والهلال يتألق في شوط المباراة الثاني. وسالم تسديدة لكن مبعدة إلى سافيتش، وسافيتش يسجل الثالث. سافيتش ينجح في تسجيل ثالث أهداف الهلال، الهدف الشخصي الثاني بالنسبة له. حاول باولو فيتور إنقاذ مرمى من أمام سالم الدوسري من ركلة الجزاء. سافيتش في المتابعة.